صارت المصايب تجي ورا بعضها، أول شي القارب وبعدين عاصفة كبيرة. وبليلة هاي العاصفة مو بس لبيب راحت، في كتير أرواح راحت كمان. صار عندك أخت يا حبيبتي يا زينب، مو إلا أنت غيرانة. بسم الله. منور خانم، خايفين عليك. أنا على الطريق. إيه صح علي حكمت يا ابني، مو معروف شو ممكن يعمل، لهيك أنا لقيت من الأفضل إني اختفي شوي. إيه صح، طمنكم بس أوصل. ندرة وسلجوق أمانة عندك، يسلموا إيديك. تسلم. بيعرف شو في جوا القلوب غير صاحبها. مستحيل نادرة ترجع تحب أخوها مرة تانية. انطفت نار الانتقام من جهة، بس شعلت من جهة تانية. طبعاً علي حكمت هو الظالم، بس هو عرف كيف يضر الكل من دون ما يضر حاله.
الأهم من كل هاد هي هوليا. قبل ما يرجع يبلش حياته من جديد كان في شيء أخير ضروري لازم يعمل. وطيتي راس عيلة الباشات، انت دمرتي كل عائلتي. انا ما رح ارضى، ما بيشرفني يكون عندي بنت مثلك. انت حابة تموتي مو هيك؟ رح تموتي، رح تعيشي، رح تعيشي. سببتي لي كثير وجع بحياتي، رح تعيشي لتحسي بالوجع. جاهز يا بيك، لا تأكلها. الخندق الأسود يلي مرقنا جنبه؟ مرقنا؟ لا، كان لازم ندور عند النهر. لا يا زينب، عسل الخلية السوداء بهي الجهة. لا يا ربي لا، حاسة إنه أبي صاير له شي، صاير شي على أبي؟ لا يا زينب، ما صار شي، عم يستنانا، هو ناطرنا لحتى نلاقيه. لا تخافي. وإنت شو عرفك؟ لأني وعدتك يا زينب، رح نلاقي. خلينا نكفي، امشي.
مغلق أو خارج نطاق التغطية. ما عم يلقط أبدا، ما عم بقدر أوصل له. عم يتمشى مع البنت لهيك لهلأ ما إجا. رح أتصل على المزرعة. ما رح تتصلي بحدا. أمي شو عم تعملي؟ أنتي شو عم تعملي؟ أنتي عم تصغري حالك لأنك راكدة ورايا بنت. أمي ليكي، أنا هذا الزلمة عم فكر أتزوجه، مفهوم؟ يمكن أنتي ما بتعرفي هالشي. هذا غير موضوع. وشو مشان حديثك لحالك قدام الكل إنه أنتي وياه رح تتزوجوا؟ إيه وشو فيها؟ كيف يعني شو فيها؟ ليكي الشاب طلب منك يتزوجك يا بنتي؟ لا. طيب انسي الطلب المباشر، هو قال لك شي؟ لمح لك شي حتى؟ لا، ما صار ولا شي من هاد ابدا. نحن علاقتنا جدية امي، انا واثقة من حالي. بكرة شوفي رح البس بايدي خاتم خلال اسبوع واحد، صدقيني. ما فيك تقنعي زلمة مثل هاد انه يتزوجك بهالطريقة بنتي، اسمعي مني. هذا اسمه غزو على القلعة من جواتها امي حبيبتي، ونحن منسمي بنت بلا اخلاق حبيبتي، وهذا اللي عم يصير. لا تعملي هيك بانو، ما تعملي شي بعد هلا، خليه هو يجي لعندك، خليه يجي راكع لعندك. اصلا نحن صرنا شراكه. شو قصدك؟ قبلتي بهالشي؟ ايه طبعا. اوف منك امي، شو هاد؟ اكيد جوغان رح يجن هلا، هالمنجم ذهب وهالشغلات هي. ابوه هيك بده، المهم انتي ما تحكي بالقصه. على اساس هو ما رح يسمع؟ إذا أنت بهمك جوكهان ما لازم تخبري شي وخلاص. ليكي بانو حبيبتي، إذا أنت ناوية تتزوجي فأنت ماشية بطريق غلط، ما فيك تاخدي وأنت راكدة وراه لهالدرجة. شغلي مخك بنتي. بابا امشي. يلا عمي ذو الفقار. لا نحن بالمكان الغلط، أبي ما رح يجي على هالمكان. نحن بالمكان الصح. جوكهان شو شفت؟ جوكهان تعال خبرني. في حدا طلع لهون. بابا بابا عمي ذو الفقار. بابا ساعدوني، تعالوا ساعدوني، أنا هون. ليكو بابا بابا نحن هون. زينب نحن جايين، لا تتحرك. جوكهان كيف؟ أبي نحن جايين، لا تخاف. شكراً لك يا رب، شكراً. نحن هون بابا. يا عمي. بابا حبيبي، بابا أنت منصاب ولا منيح؟ كتفي، كتفي كتير عم يوجعني. كنت كتير خايفة عليك يا حبيبي. بنتي يا حبيبتي بابا. يا روحي أنتي. عمي مسك فيني منيح، مسك ايدي لما اقول ثلاثة قوم ماشي. واحد يلا بابا. اثنين ثلاثة يلا. بسم الله بسم الله. عمهلك عمهلك. مسك ايدي. عمهلك بابا. تعا حبيبي علي. تعا حبيبي. على مهلك على مهلك على مهلك حبيبي. بنتي اشكر الله. شكرا كثير. ألف الحمد لله. يلا يلا تفضل تحمل، رايحين على البيت. يلا امشوا. يلا بسم الله. يلا حبيبي على مهلك. بابا حبيبي انت منيح؟ منيح يا بنتي منيح. اشرب يا روحي. اي جوليزار يا بنت، ليش كل هالصحون فاضية؟ ما فيهن ولا شيء، ما حضرتي ولا شغلة. طلعي فيني، خبريني وين شارد عقلك يا أختي، قليلي منشان نروح لهنيك. مشغول بالي على ذو الفقار أختي. إن شاء الله ابني جوكهان بيلاقيه وبيجيبه، مبارح الصبح صليت ودعيت له. قولك بيكونوا لا أولا زينب؟ وبسبب الحصان ما ضل مصيبة ما وقعت على راسنا.
لنفترض انه هن لاقوه جابوه لذوالفقار. ايه شو رح يقول علي حكمة بيك؟ ها؟ بلكي قلعونا من الشغل اختي فاطمة. لك لا يا اختي، ما رح يصير شيء من هاد ابدا. تعرفي انه هو بحب ذوالفقار كثير. واضح انه بحبه. صدقيني انه هذا ما بحب غير حاله. لك حتى بنته ما بحبها. اسكتي يا بنت، الحيطان بتسمع. غوليزار، تفائلوا بالخير تجدوه. أساساً الكل هون مشغول بقصة العرس وما حدا مهتم أبداً. المهم ذو الفقار يكون مريح. الشباب رح يتزوجوا. مبارح بانو شرحت القصة للكل. أنا قلت لك هالشي، قلت لك عم تخطط لشي، قلت لك ما في عرس. ها؟ هي عايشة بالأوهام هاي البنت الحسودة. يلا قومي خدي الصحون. يلا ما فيني أخذهم أختي فاطمة، دبري حالك. أنا لأنه بصراحة ما بدي يشوفني البيك. طيب ماشي، قطعي الخبز أنا رح أخده. خلص حاج، تخافي مانون صغار، بيديروا بالون على حالهم. شو صاير بزو الفقار أكل همه؟ بيكونوا لاقوه؟ ما عم يعلق مو هيك؟ ما عم يعلق، ابني بيعرف الجبال منيح. أنا قلت ما رح يصير شي، بس بلشت أقلق كمان. الولد ما أخذ معه شي، كيف بده يدبر حاله؟ يا ربي دخيلك، شو فينا نعمل نحنا؟ صباح الخير. صباح النور. كيف صرت يا سلجوق؟ أنا منيح أمي منيح. أنا ما قلت هيك على الفاضي، كانت معدتك عم توجعك. اتصل العم أبو الشوارب، خبرني إنه ما بيقدر يوقع قبل يوم الاثنين. أنا ما بعرف هذا الزلمة ليش بيحكي معك ما بيحكي معي. ما بعرف، يمكن ما حب يزعجك من وش الصبح يا خال. مين أبو الشوارب أخي؟ ندرت عمي، أنا برأيي تطمن على جوكهان وعلى عمزو الفقار كمان. كنت رح ناديك مشان هالشي. خد معك 3 أو 5 زلم وروح عالجبال جيب جوكهان. طيب ماشي، صحتين وهنا.